ولمناقشة التطورات في سوريا والمأساة الإنسانية بالشمال السوري معنا من لندن الصحفي والإعلامي السوري السيد زياد المنجد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. ما الذي يمنع النظام السوري بالوفاء بالتزاماته وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى؟ يعني بداية يجب أن نقول أن الحقد على هذا الشعب هو الذي يمنعه، هو قتل هذا الشعب وهجره إلى تلك المناطق، فهل من المعقول أن يسمح له بأن يتزود بالمواد والمؤن الكافية لكي يعيش؟ هذا النظام الحاقد الذي كما ذكر تقريركم قتل 1,000,000 إنسان وهجر نصف الشعب السوري، فهو غير حريص على الإطلاق أن يعيش هذا الشعب بحده الأدنى. ولذلك يعني وافق هو كما ذكر تقريركم على دخول المساعدات من 13 آب الشهر هذا الجاري إلى 13 تشرين الثاني المقبل، ولكن إلى الآن لم يسمح. ولكن هنا يجب أن نذكر أن هنالك تواطؤ دولي ضد مع النظام ضد هذا الشعب. يعني عندما تستخدم روسيا الفيتو، طيب أين بقية أعضاء مجلس الأمن الدوليين؟ لماذا لا يتخذون إجراءات لمساعدة هؤلاء الناس؟ وخاصة أن هذا المعبر لا يقع تحت سيطرة النظام، فبذريعة السيادة، أي سيادة يتكلمون عنها؟ سوريا محتلة من 5 جيوش ويتكلمون عن السيادة في معبر باب الهوى. هذا أمر يعني يدل على تواطؤ دولي مع النظام ضد هذا الشعب، وهو يبدو أن النظام يعني متقبل هذه الفكرة ويتعامل معها ويعرف أن هذا المجتمع يقف معه، ولذلك يفرض شروطه التنسيق الكامل مع الحكومة السورية وتسليم هذه المواد إلى الهلال الأحمر والصليب الأحمر، و يعني هذا الأمر وعدم التعامل مع المنظمات الإرهابية. هو يضع الشروط كما يريدها، يعتبر أي جهة إرهابية وأي جهة غير إرهابية. هذا أمر يدل على تواطؤ دولي مع النظام ضد الشعب السوري وحرمان الشعب السوري في تلك المناطق من المواد التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لكي يعيش هذا الشعب. ويدل أيضا على عدم استعداد هذا النظام لأي حل سياسي أو حتى إنساني، أليس كذلك؟ يعني هذا النظام، يعني نحن الآن في الثورة السورية منذ عام 2011 إلى يومنا هذا، يعني لو أراد العالم كله أن يجبره لا فعل ذلك في يوم وليلة، ولكن كما قلت قبل قليل أن هذا العالم متواطئ مع هذا النظام. هنالك القرار 2254، لماذا لا يطبق هذا القرار؟ هنالك القرار 2118، لو أرادت الدول العظمى أن تستخدم فقرات القرار 2118 لأجبرت النظام بناء على الفصل السابع على إزاحة هذا النظام، ولكن يبدو كما قلت قبل قليل أنه يعني مؤمن بأن العالم يريد استمراره لأسباب تتعلق بالمنطقة وتتعلق بالكيان الصهيوني، ولذلك يرفض أي حل سياسي ولا يقبل أن يستمر في أو يبدأ بأي عمل سياسي، لأن بداية العمل السياسي والمصالحة مع الشعب وتشكيل حكم فترة حكم انتقالي تعني نهاية الأسد، ولذلك لا يقبل أن يبدأ بأي حل سياسي ومصر على قتل الشعب وبقاء نصف الشعب مشرد خارج سوريا. طيب في الوقت ذاته تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة إنسانية رغم حديث الأسد عن انتصاره وعن السيطرة على الوضع، كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني الانتصار بالإعلام انتصار، يعني الجميع يتكلم إذا أراد بالإعلام أن ينتصر، ولكن حقيقة الأمر أن سوريا تفككت وهنالك
حكومات او حكومات امر واقع موجوده في كذا منطقه من سوريا، والشعب السوري 90% منه جائع، فاي انتصار هذا؟ الانتصار هو ان يبقى في السلطه فقط. اذا كان الانتصار هو بقائه في السلطه فهو انتصر، اما اذا كان الانتصار ان يتحد، ان يكون البلد موحدا والشعب مستقرا والوضع الاقتصادي يعني جيد، فلا نتكلم عن انتصار نهائيا ولا نعرف الانتصار، لان البلد في أسوأ حالاتها منذ سفر بارليك الى الان. لم تشهد سوريا وضعا كالذي تشهده في هذه الايام، فدعه يتكلم عن الانتصارات كما يحلو له، ولكن الواقع أليم وأليم جدا. البلد مفكك والشعب جائع والقائد منتصر ضمن قصره ويعيش هو وزمرته وعصابته ويتاجر بالكبتاغون، منتصر جدا، فلندعه هو وانتصاراته. هل تعتقد أن النظام يمكن أن يتجاوب مع التظاهرات الحالية التي تنادي بإسقاطه وسط حاجة ملحة للتغيير؟ لا أعتقد، كما قلت لك هنالك منذ عام 2011 خرجت تظاهرات في كل المدن السورية وملايين الناس. في مدينة حماة كان كل يوم جمعة يخرج مليون، ولكن رآها هو كما قال في حديثه مع إحدى الشبكات التلفزيون، قال إنها 100,000 ونيف، فلا يمكن أن يسمع هذه الأصوات وسيتعامل معها بقسوة إن سنحت الظروف. هنالك الآن في السويداء وكما يعرف الجميع هنالك تظاهرات، ولكن وضعية السويداء لها وضعية خاصة، لا يستطيع أن يصفهم بالإرهاب لأنهم من الأخوة الموحدين الدروز، لا يستطيع أن يصفهم بالدهشنة، ولذلك لا نعرف كيف سيتصرف معهم. اليوم بدأ بإغلاق المؤسسات الحكومية لبداية الحصار، أما أنه يتفاعل مع هذه المطالب السياسية فلا أعتقد أنه سيتجاوب على الإطلاق، و لا يمكن أن يقبل بأي حل سياسي، لأن بداية الحل السياسي هي بداية انتهاء هذا النظام. كيف يمكن ذلك في ضوء كل التغيرات التي طرأت على المشهد السوري خلال أكثر من 10 سنوات، وعلى ما يبدو الآن أن هناك تطبيعا عربيا مع النظام، وهناك محاولة لاحتوائه وإدخاله إلى هذا النظام العربي الذي قبل بذلك بدون أي اشتراطات عليه؟ يعني عملية التطبيع بدأت مع بداية أو قبيل القمة العربية، ويبدو أن الدول العربية أرادت اتقاء شر النظام من خلال تجارته للكبتاغون وإغراق أسواق هذه الدول بالمخدرات، فأرادت أن يعني تستوعب هذا النظام، ولكن كل الدلائل تشير إلى أن عملية استيعاب هذا النظام والتطبيع معه فشلت. الآن الدول التي طبعت السعودية والأردن بالإضافة إلى العراق ومصر الآن متوقفة نتيجة عدم التزام هذا النظام بالشروط التي وضعتها، وأهمها أنا أقول وبكل صراحة هذه الدول لا يهمها لا عودة اللاجئين ولا الحل السياسي، يهمها وقف تجارة الكبتاغون إلى أسواقها وإغراق هذه الأسواق بهذه المخدرات. فما زال النظام يتاجر بالمخدرات ويرسل حتى بالطائرات المسيرة وحتى ضمن الفواكه والخضار يرسل هذه المخدرات. فالآن التطبيع متوقف ولا نعرف كيف ستجري الأمور من هنا إلى فترة سابقة مع تزايد النقمة الشعبية على هذا النظام. الصحفي والإعلامي السوري سيد زياد المنجد، شكرا جزيلا لك.